حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها. وقال عبد الله لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها. قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعمران بن حسين وعائشة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا. قال محمد بن إسماعيل وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن عبد الله بن عمر. قال أبو عيسى وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقد روي عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر. والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، إلا أن الشافعي يقول التقصير رخصة له في السفر فإن أتم الصلاة أجزأ عنه. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرة قال سئل عمران بن حسين عن صلاة المسافر فقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين، ومع عثمان 6 سنين من خلافته أو 8 سنين فصلى ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 وبذي الحليفة العصر 2. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي حدثنا أنس بن مالك قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين. قال قلت لأنس كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين. قال ابن عباس فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين 19 صلينا ركعتين، وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة. وروي عن علي أنه قال من أقام 10 أيام أتم الصلاة. وروي عن ابن عمر أنه قال من أقام 15 يوما أتم الصلاة. وقد روي عنه 12. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا أقام 4 صلى 4. وروى عنه ذلك قتادة وعطاء الخراساني. وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا. واختلف أهل العلم بعد في ذلك، فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة
فذهبوا إلى توقيت 15، وقالوا إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة. وقال الأوزاعي إذا أجمع على إقامة 12 أتم الصلاة. وقال مالك بن أنس والشافعي وأحمد إذا أجمع على إقامة 4 أتم الصلاة. وأما إسحاق فرأى أقوى المذاهب في حديث ابن عباس، قال لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أجمع على إقامة 19 أتم الصلاة. ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى 19 يوما ركعتين ركعتين. قال ابن عباس فنحن نصلي فيما بيننا وبين 19 ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. وفي الباب عن ابن عمر. قال أبو عيسى حديث البراء حديث غريب. قال وسألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري ورآه حسنا. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع في السفر، ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها، ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كبير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. حدثنا علي بن حجر، حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن عطية عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي يعني الكوفي، حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر 4 وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر سواء 3 ركعات لا تنقص في الحضر ولا في السفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. سمعت محمدا يقول ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا ولا أروي عنه شيئا. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل هو عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذ ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار،
وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله. قال أبو عيسى: والصحيح عن أسامة. وروى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث. حدثنا عبد الصمد بن سليمان، حدثنا زكريا اللؤلؤي، حدثنا أبو بكر الأعين، حدثنا علي بن المديني، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا قتيبة بهذا الحديث، يعني حديث معاذ. وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره. وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي طفيل عن معاذ حديث غريب. والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي طفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يقولان: لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما. حدثنا هناد بن السري، حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق، ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب حديث حسن صحيح. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما، وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة. قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس وآبي اللحم. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح، وعلى هذا العمل عند أهل العلم. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى آبي اللحم عن آبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو. قال أبو عيسى: كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن آبي اللحم، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. وعمير مولى آبي اللحم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وله صحبة. حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان
عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه، فذكر نحوه وزاد فيه متخشعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول الشافعي، قال: يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين، يكبر في الركعة الأولى 7 وفي الثانية 5، واحتج بحديث ابن عباس. قال أبو عيسى: وروي عن مالك بن أنس أنه قال: لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين. وقال نعمان أبو حنيفة: لا تصلى صلاة الاستسقاء، ولا آمرهم بتحويل الرداء، ولكن يدعون ويرجعون بجملتهم. قال أبو عيسى: خالف السنة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع 3 مرات، ثم سجد سجدتين والأخرى مثلها. قال: وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة وأبي مسعود وأبي بكرة وسمرة وأبي موسى الأشعري وابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر الصديق وابن عمر وقبيصة الهلالي وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بن كعب. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف 4 ركعات في 4 سجدات، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف، فرأى بعض أهل العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار، ورأى بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة، وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون الجهر فيها. وقال الشافعي: لا يجهر فيها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين، صح عنه أنه صلى 4 ركعات في 4 سجدات، وصح عنه أيضا أنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات، وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف، إن تطاول الكسوف فصلى 6 ركعات في 4 سجدات فهو جائز، وإن صلى 4 ركعات في 4 سجدات وأطال القراءة فهو جائز. ويرون أصحابنا أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر. أحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون الأولى، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الأول، ثم رفع رأسه فسجد، ثم فعل مثل ذلك في الركعة الثانية. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات. قال شافعي: يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن ونحوا من سورة البقرة سرا إن كان بالنهار، ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته، ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما كما هو، وقرأ أيضا بأم القرآن ونحوا من آل عمران، ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته، ثم رفع رأسه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين تامتين، ويقيم في كل سجدة نحوا مما أقام في ركوعه، ثم قام فقرأ بأم القرآن ونحوا من سورة النساء، ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته،
ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما، ثم قرأ نحوا من سورة المائدة، ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته، ثم رفع فقال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين، ثم تشهد وسلم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة بن عباد، عن سمرة بن جندب قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. قال: وفي الباب عن عائشة. قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول الشافعي. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان، حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين نحوه. وبهذا الحديث يقول مالك بن أنس وأحمد وإسحاق. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى، ثم سلم عليهم فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وقد روى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مثل هذا. قال: وفي الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وسهل بن أبي حثمة وأبي عياش الزرقي واسمه زيد بن صامت وأبي بكرة. قال أبو عيسى: وقد ذهب مالك بن أنس في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حثمة، وهو قول الشافعي. وقال أحمد: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا، وأختار حديث سهل بن أبي حثمة. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. قال: ثبتت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، ورأى أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فهو جائز، وهذا على قدر الخوف. قال إسحاق: ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حثمة على غيره من الروايات. أحدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة أنه قال في صلاة الخوف: قال: يقوم الإمام مستقبل القبلة، وتقوم طائفة منهم معه، وطائفة من قبل العدو، ووجوههم إلى العدو، فيركع بهم ركعة، ويركعون لأنفسهم، ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم، ثم يذهبون إلى مقام أولئك، ويجيء أولئك، فيركع بهم ركعة، ويسجد بهم سجدتين، فهي له ثنتان، ولهم واحدة، ثم يركعون ركعة، ويسجدون سجدتين. قال أبو عيسى: قال محمد بن بشار: سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث، فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. وقال لي يحيى: اكتبه إلى جنبه، ولست أحفظ الحديث، ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، لم يرفعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد. وهكذا روى أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري موقوفا،
ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد. وروى مالك بن أنس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فذكر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة ركعة، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعة. قال أبو عيسى: أبو عياش الزرقي اسمه زيد بن صامت. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منها التي في النجم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر وهو ابن حيان الدمشقي قال: سمعت مخبرا يخبر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بلفظه. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب. قال: وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمر بن العاص. قال أبو عيسى: حديث أبي الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي. حدثنا نصر بن علي حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد قال: كنا عند ابن عمر فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابنه: والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا. فقال: فعل الله بك وفعل. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: لا نأذن لهن. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وأنس وأبي هريرة. قال أبو عيسى: وحديث طارق حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة. قال: وقال عبد الرحمن بن مهدي: أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد هو ابن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون السجود في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك
وفي هذا الحديث أربعة من التابعين بعضهم عن بعض. حدثنا هارون بن عبد الله البزار البغدادي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا أبي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني النجم، والمسلمون والمشركون والجن والإنس. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون السجود في سورة النجم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس في المفصل سجدة، وهو قول مالك بن أنس، والقول الأول أصح. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح. وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد، لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا: السجدة واجبة على من سمعها، فلم يرخصوا في تركها. وقالوا: إن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. وقال بعض أهل العلم: إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها، ورخصوا في تركها إن أراد ذلك. واحتجوا بالحديث المرفوع حديث زيد بن ثابت حيث قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. فقالوا: لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجوا بحديث عمر أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد، ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود، فقال: إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ولم يسجدوا. فذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول الشافعي وأحمد. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد. قال ابن عباس: وليس من عزائم السجود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يسجد فيها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إنها توبة نبي ولم يروا السجود فيها. حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله، فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي. واختلف أهل العلم في هذا، فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قالا: فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ورأى بعضهم فيها سجدة، وهو قول سفيان الثوري ومالك وأهل الكوفة. حدثنا قتيبة، حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس، حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال: قال لي ابن جريج: يا حسن، أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة،
فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن: قال لي ابن جريج، قال لي جدك، قال ابن عباس. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد. قال: فقال ابن عباس: فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. قال: وفي الباب عن أبي سعيد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري أن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وأبو صفوان اسمه عبد الله بن سعيد المكي، وروى عنه الحميدي وكبار الناس. حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد وهو أبو الحارث البصري ثقة عن أبي هريرة قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ قال قتيبة: قال حماد: قال لي محمد بن زياد: وإنما قال: أما يخشى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومحمد بن زياد هو بصري ثقة ويكنى أبا الحارث. حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيأمهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أما الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من ائتم به جائزة. واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ، وهو حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. وروي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فأتم بهم، قال: صلاته جائزة. وقد قال قوم من أهل الكوفة: إذا أتم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلف نية الإمام ونية المأموم. حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال: حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال: وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس، وقد روى وكيع هذا الحديث عن خالد بن عبد الرحمن. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا أبو ظلال عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال فقال: ومقارب الحديث. قال محمد: واسمه هلال. حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا: حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ويلوي عنقه خلف ظهره. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة فذكر نحوه. قال: وفي الباب عن أنس وعائشة. حدثنا أبو حاتم مسلم بن حاتم البصري، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال أنس بن مالك: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال: واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا هشام بن يونس الكوفي، حدثنا المحاربي عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي وعن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قالا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام، وذكر عن بعضهم فقال: لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. قال: وفي الباب عن أنس، وحديث أنس غير محفوظ. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام، وقال بعضهم: إذا كان الإمام في المسجد فأقيمت الصلاة، فإنما يقومون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وهو قول ابن المبارك. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال:
كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. قال: وفي الباب عن فضالة بن عبيد. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم مختصرا. حدثنا محمد بن حاتم المؤدب البغدادي البصري، حدثنا عامر بن صالح الزبيري هو من ولد الزبير، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. حدثنا هناد حدثنا عبدة ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه. قال أبو عيسى: وهذا أصح من الحديث الأول. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه. قال سفيان: قوله لبناء المساجد في الدور يعني القبائل. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال أبو عيسى: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم. وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعة. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهو قول الشافعي وأحمد، وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى، ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعة مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال: إنكم لا تطيقون ذاك. فقلنا: من أطاق ذاك منا؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة، وصلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعة يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقال إسحاق بن إبراهيم: أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار هذا. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث، وإنما ضعفه عندنا والله أعلم، لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي. وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل العلم. قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد القطان: قال سفيان: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث.
حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث وهو ابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف غير آس أو ياس، قال كل القرآن قرأت غير هذا الحرف؟ قال نعم. قال إن قوما يقرؤونه ينثرونه نثر الدقل لا يجاوز تراقيهم، إني لأعرف السور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال فأمرنا علقمة فسأله فقال 20 سورة من المفصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في ركعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش سمع ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه أو قال لا ينهزه إلا إياها، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير البصري ثقة، حدثنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل المغرب، فقام ناس يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث كعب بن عجرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والصحيح ما روي عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 2 ركعتين بعد المغرب في بيته. قال أبو عيسى وقد روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. ففي هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعتين بعد المغرب في المسجد. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. قال وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم، يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان حدثنا خلاد الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي،
وقد روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في هذا. حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم قال قال صفوان بن عمرو أخبرني يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن بسر. حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود المحاربي. حدثنا هناد حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبر عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجزئ في الوضوء رطلان من ماء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ. وروى شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي. وروي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا أصح من حديث شريك. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة وأوقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفع. حدثنا قتيبة حدثنا خالد بن زياد عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه قال فقلت له في ذلك، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه، فقلت له أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ قال ما أسلمت إلا بعد المائدة. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي عن خالد بن زياد نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب. حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني الكوفي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا غالب أبو بشر عن أيوب بن عائد الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. يا كعب بن عجرة
الصلاة برهان، والصوم جنة حصينة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى. وأيوب بن عائد الطائي يضعف ويقال كان يرى رأي الإرجاء. وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدا. وقال محمد: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي، حدثنا زيد بن الحباب، أخبرنا معاوية بن صالح، حدثني سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. قال: فقلت لأبي أمامة: منذ كم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال: سمعته وأنا ابن 30 سنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.